صباح الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل، وصباح الابتسامه، وصباح كل حاجه حلوه. صباح حسن الظن بالله، صباح عدم اذيه الناس، صباح اننا نعرف ان في حاجه اسمها ربنا، صباح اننا نعرف ان اللي بيتعمل بيترد لنا، ربنا فوق كل شيء. انك تاذي انسان او تاذي بني ادم، سواء في شخصه، سواء في سمعته، سواء في ان انت تقول عليه كلام ما بيحصلش لدرجة ان انت كاره الشخص ده وما يبقاش اصلا في بينك وبينه تعامل، ده حسابه كبير قوي. اللي بيخليني اقول الكلام دلوقتي ده ان انا اتأذيت امبارح بسبب ناس ما اعرفهاش، ونزلت على صفحتي الموضوع دوت. اتعمل صفحة باسمي، والصفحة دي نزلت على عندها إعلان عن وظائف شغل، وعلشان حال البلد وإن الناس مش لاقية شغل، ناس كتير بدأت تسأل إيه نوعية الشغل ده، وطبعاً السعر اللي محطوط عالي، وطبعاً الناس فاكرة إن أنا اللي بتكلم، الناس فاكرة إن أنا اللي منزلة فرصة الشغل دي، مكتوب كده في الإعلان بالظبط فرص شغل في قناتي، تمام؟ بمبلغ 5600 جنيه او 6500 جنيه ايا كان، مش فاكره ايه هو. طبعا المبلغ نفسه يشد. ناس كتير دخلت وسالت وايه نوعيه الشغل يا شيف؟ هم بيتكلموا وبيتعاملوا على انهم انا، دي مش صفحتي. دي مش صفحتي. الناس اللي دخلت سالت على نوعيه الشغل، احنا خدنا سكرين من نوعيه الشغل اللي هم بيتكلموا عنه. نوعيه الشغل كانت عباره عن ايه؟ عارفين لو نوعيه الشغل شغلانه محترمه كنت هقول باب رزق واتفتح للجميع، لكن نوعية الشغل تكون عبارة عن إن عايزين سيدات من سن كذا لكذا عشان يطلعوا جلسات مساج لناس وفلوس وكلام وحوارات كده سفلة، ما ينفعش إن هي تتقال، أكيد مش أنا. ربنا يبارك في الناس اللي ردت وقالت أنت شخصية محترمة وما ينفعش أصلا، وأكيد إحنا ما صدقناش حاجة زي كده، تمام؟ وربنا يسامح اللي صدق ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. الصفحه دي مش بتاعتي. لما احب اعلن عن وظايف، الوظايف هتكون في المجال بتاعي اللي هو مجال الطبخ. يعني مطلوب شيف في المكان الفلاني، مطلوب مثلا شيف هينزل يعمل كذا، مطلوب شيف لمطعم كذا، دي الوظايف اللي انا ممكن اتكلم فيها. غير كده لا. ولما اعلن عن حاجه زي كده هعلن عليها في صفحتي الشخصيه. كل الصفحات اللي شايله اسمي باسم البرنامج دي مش صح. انا كل اللي ليا صفحتين، صفحه باسم شيف نونا عربي وانجليزي، تمام، وصفحه البرنامج اصلا اللي هي تبع القناه شيف نونا مع البلد يوكل، ودي هنزل لكم اللينك بتاعها النهارده علشان تبقوا عارفين ان هي دي الوحيده اللي باسمي باسم البرنامج اللي تبع القناه، تمام، غير صفحتي الشخصيه اللي هنزل لكم اللينك بتاعها. اي حاجه غير اللينكين اللي انا هنزلهم لكم النهارده ماليش علاقه بيهم، فكفايه بجد. ومش انا لوحدي اللي اتاذيت، ساره اتاذت ولسه منزله على صفحتها امبارح، محمد حامد نفس النظام. ليه؟ هتستفادوا ايه؟ اشغلوا نفسكم بنفسكم وبطلوا في اذيه غيركم، ان انتوا تزقوا حد او حد ان انتوا تدوا له فلوس او يعملها لكم جمله ان هو يدخل يتكلم عن حد او ان هو يكتب كومنت يضايق بيه حد. ليه؟ ما هي بتلف وهترجع لكم، فبلاش، صدقوني بلاش، عشان في ربنا مش هيرضى بالظلم. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يؤذي اي بني ادم مهما كان هو مين. ربنا يكفينا ويكفيكم شرهم وشر المؤذيين دايما يا رب. طيب نرجع بقى لحلقتنا ونرجع لوصفاتنا، ما نخليش اي حاجه تاثر علينا. وانا عايزه اقول لصاحب الصفحه او صاحبه الصفحه ايا كانت مين هي، تمام، ان اللي اتعمل ده مش هيعدي بالسهل. صفحتك دلوقتي بكل حاجه تخصها عند المباحث، فقبلي وعيشي، قبلي وعيشي، بداتي حاجه سدي معاها للاخر، واشوفك على خير بقى، تمام كده.